المرغمون يوميا على اقتناء حاجياتهم رغم ثمنها المشت من خضر وغلال لحوم وأسماك وغيرها من مستلزمات المعيشة. التونسيون اليوم وككل يوم وجها لوجه مع الباعة داخل الأسواق، وهم عاجزون عن مجاراة نسق ارتفاع لهيب بالأسعار والتضخم المهول في التسديدات التي تثير على حد تعبير البعض نقاط استفهام عديدة تظل للأسف دون إجابة. الزوالي ماش خالت كل شيء، من الحوت من اللحم، اللحم 30 دينار، الحوت أقل حاجة 10,000 فرنك، السانكي توال الحوت، هاي الخضرة تشوف فيها طماطم دينار، الفلفل 13%، البطاطا هيك 14%، شلون يتحب الغلة ما لح... كل شيء غالي، كل شيء مرة فوق مرة اللوطة، وربي يحسن العاقبة. هاك شو نقولوا، اش باش نعملوا، شحالنا باش نعملوا؟ راه كلي مسكنات هما يشريوه بسوم ويبيعوا بسوم، هذاك هو عندنا ما نعملوا. هذه تكويرة جات على غفلة، نارت لي نقصوا شوية، في الواحد جيت وتعمل في دورة هكا ما هو ها؟ استنسنا بالتكوير، احنا الشعب نتاع كورة، الشعب يحب اللعب، خلي الشيخين توا حتى نارت لي تتقد الدنيا، ومن بعد ربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف ربي. الغله شويه نقصت بالحق، فهمتني؟ والخزره بتبعتها هذيك هي. كيلو بطاطا ب 14% نتاع الفريقوات، والاخر لا علاقه. البطاطا الاخرى بها لا علاقه. ما ثماش. كاو؟ مره هكا مره هكا، مش ما ثماش تعديل يعني في السوق. كل واحد يبيع على زي راسه. غالية برشا والله، أما واحد مضطر باش يقضي باش يعمل، أما غالية برشا كل شيء، البطاطا ب 14%، الطماطم 980، الفلفل ب 16%، كل شيء غالي كيف كيف. الغالي التفاح هكاك برا ب 3000. نار 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 تشعل، ما عادش عايشين، ما عادش واصلين حتى شيء. والعيلة مسكين عدوا باش يحط حكة تحت جامع ويقعد. كل شيء غالي، البطاطا ب 2000، الفلفل ب 15%، الطماطم ب 12%، شنو هي هذا في طنبق الصيف وفي طنبق الواحد هكا الغالي؟ فهمتني؟ لا ب 2000 هكا الدور، ب 2000 هكا التويكة بطاطا الخارج ب 2000 فرنك، لا سوا من نار. صبا خير من قبل، لما لازم يعملوا ايفور اكثر باش تبدا الامور واضحه، فهمتني؟ اما الاسوام اهون متوسطه، لكن مش الشيء المنتظر، معناها مازال وموا يزيدوا يعملوا ايفور ويطيحونا شويه في الاسواق. في الشهريات شهرياتك حدث ولا حرج، دونك انا جوفوها اللي مازلت شويه كاسحه. الغله هي اللي باهيه، الغله وموا باهيه، فهمت؟ اما الخضره وسورتو البطاطا وسورتو فريمون سي كاتاستروفيك. ما نعرفوش علاش البطاطا تو، يمكن مش وقتها مش كذا، ما يلزم تحل المشكل هذا، يلزم يتحل، فهمتني؟ ان شاء الله بعد الانتخابات احنا عندنا امل كبير ياسر اللي باش يتحسن الوضع، سورتو بعد الانتخابات ويتنحاو شويه كلوبيات وكل، فهمتني؟ والاحتكار، وسورتو الفلاح يبيع بسوم، يجيو هنا لقاوها بسوم واحد اخر. غاليه بالنسبه للانسان العادي، المواطن العادي تسمى غالي، مع دخول المكتب مع المصاريف تاع سورتو الكاري مسكين وكذا. هيك تشوف حتى كي تعجبك حاجة يقول لك ما تفرزش ما تختارش، يعبي كيما يحب هو. تو تو زعما باش نختار شوية نزاس، عجبني شوية نزاس، قال لك لا من غير فرز، لازم يعبي لك هو. ولا غالية 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 بالكدا زاد. بارابور انسان المواطن العادي تو باش تشري ما نعرفش انا زوز كيلو غلة، أقل حاجة 15,000، هذا كان الطف بيك ربي. غالية برشا، فما شوية متوسطين وفما الباهي. الحوت غالي، الخضرة غالية، وهاك تشوف فيها فهمتي ولا العنب فهمتي ولا ما عادش الواحد يخلط والله، وراس ولدي ما عادش نخلط والله. أنا قاعدين فهمتي ولا وحدة فهمتي ولا، نشريو في عوض كيلو نشريو ورطيل. الأسعار غالية على الآخر، الأسعار في الغلة سورتو راهي غالية برشا. إن شاء الله
بالحق يلزم في محل جذري ياسر غلاويت غلا غالية برشا. اي والله حتى الخضرة فيها زادة فيها حاجات غالية، أما أكثر حاجة الغلة سيرتو التفاح برشا حاجات غالية. تناولوا كل واحد قديروا قدرة، كل واحد مش شعب عايشة. ثم الغل ثم رخيص ثم المية ثم الدحمة كبيرة على الشريان، الصباح مشي المرشي تلقاها دحمة. نقول لك أما شنو عندهم نقص شوية طماطم مش طيبة برشا ومش حلوة برشا. نقول لك طماطم ديما ناقصة غالية غالية، واحد زوالي بوعيلة ما ينجمش يروح، ما ينجمش يروح وما ينجمش يروح. أنا جيت على شوية بطاطا وشوية سردينة با بليس كو. أي نعم 3000، أما اليوم رخيصة بارابور ل 4500 سردينة وصلت، أما اليوم رخيصة 3000 تسمى. ما ينجمش يعبي قفته، علاش؟ على خاطر احنا قبل نعيشوا في حومة عربي، يقول لك فلان نخبط له فمه شكشوكة خلينا نمشي ننزلوا صحن كسكسي ولا مقارون ولا اللي طيبنا في الحوم العربي. توا باش تعمل صحن شكشوكة تونسية فهمني، حمد زمها البصل والطماطم والفلفل هذوما لي زانغريديون كل باش يكلفوا لك 10000. يعني صحن شكشوكه اللي هي بارمي ميور بلا في تونس اللي يعرف بيان سوري طيبها تكون غاليه ب 10000 باش تعمل صحن مقر صحن شكشوكه. ولذلك الزوالي يحليلو سيرتو بوعيله يدخلوا ب 10000 يتلفت ما يلقاش ال 10000 يصرف 10000 اخرى اكسترا. الغله تنجم تتعدى، فما حاجات رخيصه يعني في المستوى العام تنجم تمشي بها الغلة. أما بالنسبة للخضرة والحوت، الحوت في اللي ستاتيستيك اللي يعملوا فيهم سمعت مرة ستاتيستيك خلك زادوا 30%. بار كونتر أنا من عشاق المرشي يومين براتيكمون نمشي للمرشي، زاد 300% الحوت، وهذا على عاتقي أنا الكلام، خاطر نعرف الأسواق كيفاش كانت متعام ونص وتوا 300% مش 30% كما يتقولوا في الاستاتيستيك اللي يعملوا فيهم في البرامج. 300% ويعني نعطيك حتى انواع الحوت وشنو مش فهمني. حاجه نتاع 7000 ب 21 تروفو 21. الحمد لله وكا الغلايه وكا مش نورمال وكا الحمد لله غالي. شنو البصل والبطاطا بالفين بالفين واش والله الغلا عمال قلت لها كنا شرينا هو بوم دي تير بالفين واش والبوم ب 15% فك علينا من التير وكهو نشرو بوم وكهو. خضرة رخيصة الغلا فاو عليها، فما اللحم والحوت ما يتقربش هذوما ما ياكلهمش، ياكل شوية دجاج كان فما حويجه فهمني، ولا اكل كركاس يكذب يا اخي الزوالي، الزوالي عمرهم يكذب. غالية سي غالية، هاك قلت لك أنا الحاجة رخيصة معروف، غالية تقعد غالية، هما يطلعوا في السوم ماشي يهبطوا، حتى كان ربك يعطينا الصبا ديما ما فماش، نتاع الاقتصاد، شكون باش يطلع؟ باش يقولوا الفلاح واللي بعد الفلاح، تي فلاح يشكي، والهباط يشكي، والوكيل يشكي، زعما شكون مستفاد؟ تصور في مخك شكون مستفاد؟ اللي الفوق مستفادين. غالية، ما فيها شيء ما يعجب غالي. حاجتين 16000. خذيت شوية دورات وشوية تريلي فما تختل تريلي شوية دورات 16000 واش و 800 شيء ما فيها ما يعش. خضرة هاني قاعد نشوف عاد مازلت نشوف شيء، حتى الأسواق نتاع الخضرة زادة شاعلة على الآخر فهمت، وربي قد الخير وكهو. العباد تبيع عرض راسها، العباد اللي تبيع عرض راسها يحط نصبه ويبيع عرض راسه، ما ثماش ناس تراقب، ما ثماش ناس اللي لاهية بشيء فهمت، كيما نقولوا تو كل وقت كل فول لاهي في نوره تو فهمت، بتبيع بتشلي هذا يبيع نحطه غدوة معدنوس يوصل ب 15% فهمت. أكبر موسم تاع تصدير منتوج فلاحي هو السنة، سوسة في جي 12 سنة خلونا احنا مخصوصين ويصدروا الغلة، ما مازالت توصل للأسواق هذيك تاع الصيف، غلة الصيف في تونس بالأسواق هذيك فهمت، يوريك اللي قاعد فما سيركوين تاع تصدير وخارج على القانون، ناس فلحوا حد هي ما عادش بلاد، هي بناتنا ما عادش بلاد، هي ربي معنا وكهو. خاطر كي تبدا تحكي انت على توفر الانتاج صحيح، واحنا متمور تروما ما معروف في التاريخ احنا كنا ناكلوا في الطلين، اما كي يجي يخرج لك 70 و60% من المنتوج لهنا، مو لهنا باش ترقص العرض باش ينقص باش تغلى الدنيا معروفه، هذه سي واحد كلاسيك ماهيش حاجه غريبه معناتها. معناتها بلاد ما عادش فيها مالي شكون يحكموا، خاطر اللي خرجوا يفلحوا وحدهم راهو، لا تقول لي تابع ديوان التجاره، لا تقول لي عندهم لامبور لوتوريزاسيون ديكسبورتاسيون، ما عندهم شيء، ناس تفلح وحدها، الليبيا، السنه ايطاليا صدروا لها الدلاع، شنو تقول لي؟
ايطاليا سنة صدروا لها كمية كبيرة من الدلاع. الدلاع يوصل 700 800 كيلو وصل دينار، ناس قاعدة تفلح وحدها، وكي ينقص العرض هذا طبيعي ياسر، كي تنقص العرض بيشتغل على السوق معروف. يا أخي هو تو مرشي القرو، العرض والطلب يحكم في السوق. إذا كان العرض متوفر السوق يتراجع شوية، إذا كان العرض ناقص بالطبيعة باش تشعل. فهمت؟ ناخذوا في الفلفل ب 5000 وصلنا وناخذوا، معناتها وصلنا لحاجات إيماجينير، حاجات ماهيش خيالية في البلاد هذيا ما نعرفش، معناتها تو دانكو في 10 سنين تقلبت المقالبة هذه كلها، فهمت؟ يوريك اللي بلاد ربي ربي معانا وربي يسترنا، احنا ناس عايشة هما باسبوراتهم حاضرة، أول ما تحرق تلقاهم لبرا اللي قاعدين يشقلبوا توا، أما احنا ربي معانا وكاو باسبوراتهم حاضرة هما يا ولدي وتوا يدوروا وحزيب وريق. الرئيس هذايا قيس سعيد انتخبوه العباد فهمتني، وهو ما نعرفش فهمتي كعبة لا في الحديقة، يلزم يجيبها رجلها وكيفاه رجلها، يلزم أول حاجة يعملها ينقص في المعيشة باش الشعب يجي معاه، لأن المواطن التونسي فهمتني ده كان في كرشه. هذه الموجة العارمة من الغلاء يقابلها عجز حكومات متعاقبة عن التحكم في أسعار المواد الأساسية، فهل بدخول نظام حكم جديد، أعضاء مجلس نواب جدد ورئيس جديد، سيغلق الستار أمام هذا الارتفاع وستراعى مقدرة المواطن الشرائية؟